دوب الله درنا 30 ناقشة ولد الحرامي. وش من عام؟ حمزة الجزائري اخوي العزيز الغالي ربي يحفظك. يه وش من عام؟ وش من عام هذه صارت لك؟ تي كان سيسي. كون تجي هنا يا ذوك يعطولك خواط، عندك بريف بلي داوكم النهج؟ جدة جدة شهدة. دي كون تجيبها وجية، كون تجيبها بزودياك وجية. وانت شهد معاك؟ هاك واعطيك تديم هنا مو بود هنا ما يقولكش حاجة. 30 ناجة 30 ناجة والله كيما نقول لك ايه بافيد هذاك. دارنا 30 ناجة الوزن قد هكا. كاوش حرم يحسبوا فيها على الراس هنا؟ ايه وعلى البو جمعة. مازال يشتر في كوكب بو جمعة. تقول مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيراكم؟ كيراك حمزة. كيراكم دايرين؟ كيرام خاوتي. لاباس ها حمزة مالك أبو جمعة مالك شاشت؟ أوي بوغي. يا جمعة راقي من عند ربي. من عند ربي راقي. عنده 7 أيام ولا 8 أيام ما ريتش كوكب. أنا شفتها حورية من حورية. سارة سراح ولك سماه صاحر. ساحر سهر الليالي سهر الليالي هذه سهر معنا ولا معاهم؟ اهلين سهر كيفك؟ وهذه انا على طبعتها لي منه. انا معاهم. انت معاهم؟ يعني انا كنت معاك بس كنت معاهم. انت كيف يسموك؟ ايش؟ كيف يسموك؟ ايش يسموني؟ قلت لك اسهر. اسمع قلت كنت معاكم واني معاهم كانت راجل لوري متحوله. انت معاهم ولا معايا؟ انا صرت معاك بس كنت معاهم. انت راكي معايا ولا معاهم؟ اشرحوا له الوضع. انت متحول انت كنت يا رجل وتحولتي. انت راكي معاهم ولا معايا؟ هيا مع السلامه. مع السلامه اختي. راكي معاهم كي ترجعي معنا روحي. انا ما في مال انا بنا. هذه مطهره على الجدره ولا كيفه؟ لا بس انا مش فاهم ليه يعني ما تتطهر. هذه مطهرينها على الجدره يعني انتوا ليه ما تتقبلون المتحولين؟ يعني انا صح متحوله بس انا بنت. انت تحولتي راجل؟ نو انا كنت راجل وصرت بنت. ما تقبلوش ما تقبلوش حرام حرام ما تقبلوا الحرام. يعني هو صراحه انه انتوا ما فيكم تغيروا لي حياتي بالنهايه. انت شو بدك مني؟ شو انا كنت؟ انا بنت اسا انا بنت. انا ما غير لك حياتك ما دخل شو اني. هذه ضربي لها على الجدران صار في فقط انصار في بسلام. هذه الضربه اللي كنتي على الجدر ولا كيفاه؟ تحولي ما زالت لك مرحله الجنون. رجعي جن درك باقي لك ترجعي جن. الانس كملتي معه. لا هذا شيء انت عم تقولي انصرف بسلام يعني اطلع خلاص. ايه بس مو حلو تحكي هيك مع يعني انا صراحه ما فيك تحكي معي. من وين انت؟ من وين حضرتك؟ من الجزائر. مش جزائر اول شغله. هي الجزائر على عيني وراسي. انا كثير عندي متابعين من الجزائر على اليوتيوب. أنا أعرف أهل الجزائر يتقبلون المتحولين وما لأنكم متحولين بالجزائر. الحال بعد ما حال تحول ولا يمشي في سوق نسوي يتجول. حمزة هبط على من معول. إيش هبطها هبط أنت أهبط أهبط بسلام. انزلوا أنا كيف أقول لك انزل؟ لا ما نقدر نقول لك لا انزلي ولا انزل. انزلوا بالجمع. ما يطلع معي انزل أنت. موتوا لا انا صراحه ما بقدر يحكي معي بهي الطريقه. شو يعني تقول لي انا ما بحترم المتحولين؟ اوكي تمام بتفهم. انت انا سقسيك جاوبيني بكل صراحه. بجاوبك. انت ليش تحول؟ لانه انا بنت. انا بحب اكون بنت. انا امراه. حمزه شكرا. حمزه العزيز يعجبك النساء؟ ما عجبتك الرجوله تاعك؟ حمزه جزيل ما احب. انت تحبي تكوني بنت؟ يس. لكن الله اختارك رجل. بس انا لو ما حكيت معك يا ايش الاسم الدور لو انا ما حكيت انت ما كنت عرفت انه انا متحول. مو مبين علي انه انا متحول. انا صوتي بس يوحي انه انا متحول. اخلا دار امتهم وين وصلنا عاد؟ جهنم وبئس المصير. ليش جهنم وبئس المصير؟ انا شو سويت لك تحكي عني هيك؟ لا جنة الفردوس انا نهبط ومن بعد شويه كنلقى كشفيرج. اهبط ابو جمعه اهبط.
احكي لي الله يهديك يا اختي وخلص لك هذا التنمر. صح 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 لك شيء من هناك قلعتي اللي تنقلع شيء يهديك من هناك بتعاود تترك فيهم وقلعتي قال لي ينقلع وقلعتي هذا شيء يهديك. هدي 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 روحي روحي سهل انزي روحي انزل حبي. لا انا ما بنزل. ايه قلت لك حبي يا حمزه. لا على ابو جمعه على ابو جمعه ابو جمعه ترى مع ابو جمعه قلت لك حبي ترى حمزه هبطها علي يا حمزه هبطها علي يا ديمون ديمون تجيب لي الحلوفه. انزلوا انزلوا انسحبوا يا شباب. اضرب الصنايع يا ابو جمعه مو مفوت اضرب الصنايع اضرب الصنايع عند راسك اضرب. اني ديجل ما يتقبلوني المتطولين انا بالصناعه يسبون علي. ما كل الجزائر بتحبني وبتحكي معي على الانستغرام. ايه كل الجزائر بالنسبه لي يطروا عليك الساره ولاد الحرام يديروها 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 من فوق يديروها والله الساره يحبك الجمر مانيش حبك انا امشي قودي عليا امشي قودي عليا انا ما نعرفكش يعطيك حبه خرجي من تليفوني يعطيك حبه في مصاصتك. بس انا مش فاهم احكم معي عربي يا حبة في مصاصتك. انت عايزة ابو جمعة عايزة تتجوزي ابو جمعة. انا ما بتزوج اي حدا انا متزوجة. يا عافية زنبق انا متزوجة والمخالب. يلا مع السلامة يسلم عيونك مع السلامة. بس احكي لي اعتذر مني انك انت حكيت لي انزل. انا اعتذر منك. انت لما تحولت انت لما تحولتي مرأة انت لما تحولتي من رجل وتحولتي صرتي مرأة انت تولدي انت عندي هدية تستطيعين الولادة. اصبر حمزة انا عندي هدية لي. انا لا تحولتيش يا ولا تحولتي حمزة تحولتي كي ما تولديش حمزة روح اعتذر معمر اصبر معطيها هديته. انا عندي هدية لك. ما هي الهدية التي تريد أن تعطيني إياها يا أبو أبو شو؟ أبو خشبة. أبو خشبة. هاي أجمل هدية ممكن تشوفيها. إيش هي؟ أمون. لا هذه البودي جينيور يبول عليك وعلى جدك. على فكرة كثير وقح. متأسفة بس عبد بنتي روحك تحولتي وما تولديش خسرتي مع الله تعالى باطل في باطل. ما ينفع تتعامل معي بهاي الطريقة. اوكي انت تتعامل معك ليش تحولتي بأولادها انا صاحبي تحولة صاحبي تحولة بس انا ما فيك تحكي معي تحولتي وما تولديش عليها ربحتي جهنم باطل لو تحول بأولادها. بتبنى ولد اسا بتبنى ولد بجيب ولد بتبنى ها يكون قعدت يا رجل وتبنيتيها. أنا مش رجل أنا امرأة ما ينفع تحكي معي هيك. هاي تقعدي معك.